خلينا اذا نلخص اللي عملناه لحد الان على الروت لوكس نفسه. لو جينا رسمنا الان على الروت لوكس نفسه نحاول نرسم، وراح اخذ كل مربع بيمثل، فهذه عندي هي البولز الاوبن لوب بولز تبعون الترانسفير فانكشن، كان عندي ماينس 1 راديان بير سكند، هاي هون الوحدات طبعا راديان بير سكند، هاي سيجما وهاي هون جي اوميجا. وبعدين البول الثاني كان عندي 2 3 4 5 مظبوط من هون. هلا لو هذا رسمت له الروت لوكس ايش راح يكون السيستم؟ بيبدا ايش، اوفر دامت ولا اندر دامت؟ اوفر ولا كريتيكلي دامت؟ بيبدا اوفر دامت مش هيك؟ بس ابدا ازيد كي، وين بتحركوا هدول؟ طبعا عند الاوبن لوب بولز نفسهم الكي بتساوي زيرو، وبتبدا تزيد قيمتها، ما بتساوي واحد بتساوي زيرو عندهم. بيبدا هدول يتحركوا باتجاه بعض من هون لحد ما يوصل هون، بصير في عندي دبل بول، فالسيستم صار كريتيكلي دامت. وبعدين السيستم راح يبدا يتحرك من هون بهذا الاتجاه، فايش السيستم عم بيصير الان؟ اندر داون. وكل ما تحركت فوق ايش الزاويه هاي بصير فيها؟ الزاويه من الاوريجن على فكره، ها هاي الزاويه ايش بصير فيها؟ بيتا بتكبر، ولما بتكبر ايش بصير بالدامبنج؟ بقل. ولما يقل الدامبنج شو بصير بالاوفرشوت؟ فالاوفرشوت على فكره عم بزيد هيك، كل ما رفعت عم بزيد الاوفرشوت من هون. بس ايش بصغر عندي؟ الرايز تايم. الرايز تايم بيعتمد على اوميجا دي اللي موجوده، هي اوميجا دي هون، هي بيتا هون، وبيتا اللي هي كوساين ماينس 1 زيتا. اوكي ماشي مزبوط. اذا احنا بدينا نزيد كي، وصلنا عند قيمه معينه لكي اعطتني رايز تايم مقداره 30 ملي سكند، 300 ملي سكند عند اوميجا دي معينه، وكان الاوفر شوت 16.5 16.1%. بعدين ردينا زدنا فتحسن عندي الرايز تايم، لانه اوميجا دي زادت، ايش صار بالرايز تايم؟ قل. بس الاوفر شوت زاد، زادت عندي بيتا، فزاد الاوفر شوت، وصلنا عند النقطة هاي. هاي مشكلتنا. مشكلتنا انه الروت لوكس بمر بالنقطتين هدول. يا بحقق الشرط الأول، خلينا نسمي وين الشرط الأول، خلينا نشوف. الشرط الأول ايه؟ هو هذا الشرط اللي موجود هون. أو بتحقق عندي الشرط الثاني بي، اللي هو الشرط الثاني اللي موجود هون. مش هيك؟ ما بقدرش أحقق الشرطين الاثنين مع بعض بهاي الحالة. وين النقطة اللي بتحقق لي الشرطين اللي بدي إياهم؟ النقطة سي. إيش هم الشرطين أنا بدي إياهم يصيروا؟ رايز تايم 200. الشرط الثالث اللي أنا بدي إياه سي، اللي هو ديزايرد، هذا الديزايرد لوكيشن أوف ذا كلوز لوب بولز، إنه تكون عندي أنا كي ما بعرف شو هي. إن يكون عندي، طبعا مش رح تحقق حد بأي، ما فيش فاليو لكي رح يحقق الشرطين. الديزاير انه تي ار يكون 200 ملي سكندز دي هاي، والاوفر شوت يكون 16.1. ما فيش هذا الروت لوكس ما بمر في سي، ها هي المشكله. اوكي ماشي واضح. شو اللي ممكن يخلي هذا الاوفر شوت يمر في سي؟ ليد كومبنسيتر، والليد كومبنسيتر راح يسحب الروت لوكس لهون، بحيث انه الروت لوكس راح يمر في النقطتين. ماشي واضح هاي؟ اطفي على الطبق.